وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل من السودان يسأل يقول: هل أبدأ صيام 6 من شوال من ثاني أيام العيد؟ نقول: القاعدة تقول أيها الكرام الفضلاء أن التتابع في الأعمال الصالحات خير من عدم التتابع، والقاعدة تقول أن ما ورد فيه الدليل حجة على من لم يرد فيه الدليل، والقاعدة تقول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها القولي والفعلي والتقريري والصفة. فعملا بهذه القواعد وغيرها، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. قال أبو هريرة وغير واحد من الصحابة: فرمضان يعدل 10 أشهر، وكل يوم من شوال يعدل 10 أيام في 60 يوما، فهذا هو صوم الدهر. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يصح أن يبدأ 6 من شوال وعليه قضاء من رمضان، لأن كثيرا من الناس رجالا ونساء يكون عليهم القضاء من رمضان، فيبدأون 6 من شوال ثم يقولون وقت القضاء موسع، على قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإنه من عليه قضاء من رمضان لا يبدأ ب6 من شوال حتى يقضي عليه من رمضان، لأن النص يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. ولا يصدق قول من صام رمضان على شخص عليه أيام قد أفطرها للعذر ذكرا كان أو أنثى، فيبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يبدأ ب6 من شوال، ويبدأ وقت 6 من شوال كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين يبدأ من ثاني أيام شوال، فإن يوم العيد في الفطر هو اليوم الأول المنهي عن الصيام فيه، اليوم الأول، وفي ذي الحجة ينهى عن صوم 10 و11 و12 و13، ينهى عن صوم يوم العاشر لجميع المسلمين حاجا أو غير حاج، وينهى عن صوم 11 و12 و13 للجميع حاجا أو غير حاج، إلا لمن كان متمتعا ولم يجد الهدي، لقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: أيام من أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي 11 و12 و13، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وعليه تستطيع أن تبدأ صيام 6 من شوال من ثاني أيام شوال الذي يسموه عرفا الناس ثاني أيام العيد، وإلا فإن العيد هو اليوم الأول، وفرعين العيد على الحقيقة الشرعية هو اليوم الأول. ولك في ذلك أوجه: أن تصومها متتابعة، وذلك الأفضل لما ذكرنا أن التتابع في الأعمال الصالحات خير من التفريق. ولك أن تصومها متفرقة، أن تصوم يوم تفطر يوم تصوم 2 وخميس إلى غير ذلك، والتتابع لا شك أنه أفضل. ولك أن تصومها من وسط شوال، ولك أن تصومها في آخر أسبوع من شوال، ولا شك أن المسارعة في الحسنات أفضل من التأخر فيها، لقول ربنا عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الحاصل أنه يجوز أن يبدأ بصيام 6 من شوال من الثاني من شوال، أو ما يسموه عرفا ثاني أيام العيد، وأن تكون متتابعة خيرا من أن تكون متفرقة. وننوه هنا على مسألة عند كثير من العوام في بلاد المسلمين: يقول لك أنا عيدي لسه ما بدأ، فلما ينتهي من 6 من شهور يقول لك الفلان عيد. نقول: هذا خلاف السنة وقول منكر وباطل، فإننا قد عيدنا والحمد لله مع دخول هلال شوال.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. مما يجب التنويه عليه أيضا أن صيام 6 من شوال كما قال أهل العلم يجب أن تبيت له النية من الليل، لأنه صوم مقصود لذاته، صوم مقصود لذاته، صوم مقصود لذاته. ولا يصح أن يجعل نية القضاء مع نية 6 من شوال كما يفعل كثير من الناس، يقول أنا أصوم 6 من شوال بنية القضاء. نقول لا، هذا واجب وهو القضاء، وهذا سنة أكدت صيامها لذاتها، فالجهة منفكة على صحيح من أقوال أهل العلم، فيصام القضاء وحده، ثم 6 من شوال تصام وحدها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.